بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. جمهور النادي الأهلي العظيم، نحن جميعا نستعد بالتأكيد لمباراة القمة الإفريقية، نهائي دوري أبطال إفريقيا، نهائي الحلم، البطولة العاشرة بإذن الله. ربنا يكتب لنا التوفيق في هذا اليوم، يوم السبت القادم 17/7 الساعة 9 بتوقيت القاهرة. مباراة كايزر تشيفز والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب ومركب محمد الخامس في كازابلانكا الساعة 9 بتوقيت القاهرة. بالطبع الكل خلال هذه الفترة لا حديث يعلو عن هذه المباراة، الكل بالتأكيد ده كل تركيز وكل الدعم المعنوي وكل الدعم النفسي لكل الفريق وأعضاء الجهاز الفني واللاعبين خلال ال 72 ساعة الجاية. بنتكلم في 72 ساعة مفيش أي حاجة بتشغلنا إلا مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا. المباراة صعبة جدا، المباراة خارج أي حسابات. خدوا بالكم، اليورو الأخير بطلة عالم فرنسا خرجت على يد سويسرا. كرة القدم ملهاش كبير، التاريخ والاسم الكبير والإمكانيات كل ده شيء كويس جدا بنضعه في الحسبان، لكن داخل الملعب شيء تاني خالص. أنت بتلعب قدام فريق مهما كانت عنده نقاط قوة أو نقاط ضعف، لكن حاجة واحدة بس ممكن تقلق منها، إنه فريق محظوظ وصل لنهائي دوري أبطال إفريقيا وأقصى العديد من الفرق أبرزها فريق الوداد اللي كان من المفترض أو المتوقع إنه يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وبالتالي أنت بتلعب أمام فريق عنده إمكانيات وعنده نقاط قوة وضعف، لكن بيمتلك سلاح أنت ما تقدرش تتكلم فيه ولا تلعب فيه، وهو سلاح الحظ والتوفيق. وبالتالي عشان كده لازم نشتغل بشكل قوي، والكل بلا استثناء يتعامل مع المباراة، حتى لو بتكتب بوست عبر السوشيال ميديا على الفيسبوك، تغريدة على تويتر، بترفع صورة على الانستجرام، المباراة صعبة يا جماعة. محدش يتخيل اللي ممكن تقول اللاعيبة في المغرب بعيدة كل البعد عن الأحداث دي خالص، الموبايل في إيد الجميع، فالكل بيوصل له إحساس الجمهور وتوقعاته للمباراة. وبالتالي كلنا بنشتغل على إن المباراة صعبة جدا. أنا بقول لكم من هنا من برنامج الترند وعلى شاشة قناة الأهلي، دي أصعب مباراة للأهلي في الموسم الحالي، أصعب مباراة للأهلي في الموسم الحالي. ربنا يكرمنا إن شاء الله ونقدر نعمل مباراة كبيرة ويكون التوفيق حالفنا عشان نقدر نفوز بدوري أبطال إفريقيا وتكون البطولة العاشرة من أجل جمهورنا العظيم، جماهير النادي الأهلي دايما واقفة سند ودعم للفريق وللنادي في كل الأوقات. هو عنوان اليوم نسر الملك يسعى لاقتناص الأميرة السمراء والدفاع عن اللقب الإفريقي. إن شاء الله بإذن الله الملك المتوج دائما على عرش القارة الإفريقية يسعى للفوز بدوري أبطال إفريقيا، ودائما وأبدا الأميرة السمراء بتزين دولاب القلعة الحمراء تحديدا في المقر الرئيسي في ملعب مختار التتش بالجزيرة وفي المقر التاريخي النادي الأهلي في الجزيرة.